مرحبا يا جماعة، طبعا يا متابعين اليوم راح يكون فيديو طبعا عن سرقة الناس. اليوم راح افوت لبعض البيوت، الناس مش راح تنتبه لي، ممكن يعني هيك بدي، هاي هيك لعبة راح تكون انه افوت على بيوت الناس بدون ما حدا يعرف. خلونا نشوف كيف راح نفوت على بيوت الناس. يلا نركب السيارة، بس اول اشي لازم نروح نحتاج نجيب الاغراض اللي نحنا محتاجينها. بفوت اجيب الاغراض اللي بحتاجها وبرجع لكم. طبعا يا جماعة جهزنا حالنا، ايش بدنا نروح نبدل السيارة ونرجع، اهم اشي نمرة السيارة عشان نبدل السيارة. اعرف انه يلا هيني رايحة ابدلها وارجع لكم. طبعا بدلنا السيارة هليكوبتر، مرة الماضي رحت بالهليكوبتر حتى عشان كنت امسك اخوي. يلا روح روح روح. ثاني بيت راح يكون هي هذا الأول، ما بدي أمشي. على فكرة سهل واحد يطلع يفوت من هون عادي، من هون الحمد لله ما في حد. نفوت على البيت. ان شاء الله ما حدا يكون شايفنا، بس من الكاميرات او شيء. لا الحالة انه نحن عم نمشي عادي. اوه بس استنى، خليني اروح اغير النظارة بالسيارة وارجع. خلص هيك نحن مش معروفين ابدا. مين مفيش حدا؟ ياي امشي امشي. طردوني من البيت بس شافوني. خليني اروح لعندهم هسه، بيت هذاك لما طردوه منه لما شافوه شكلهم شكوا اني بدي احاول، بس هذا لا لازم ادخل لانه مبين مش فيش حدا مهتم انه انا راح ادخل لعنده. شكلهم طردوا حدا، كمان طردوا حدا. انا بدي اشوف حل عشان اطلع لغاية. يلا يا جماعة طبعا خلوني اطلع هون. لا 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 بننكشف، خلص حكيت. خلينا نشوف بيت ثاني لبعدين نرجع نشوف بيت ثاني. لا لا هذا بيت صحيح نسيت. اوه هذا البيت بسهولة الواحد يطلع. شو صار يا جماعة؟ طبعا هون لازم، لا يا لا 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 لا، ايوه هذا البيت بسهولة بيجي. استنى شوي، باين على الباب مسكر. لفيت كل البيت حواليه كله، حوله كل البيت لفيت ورا ورا من ورا ورا.
يا الله مش خلوني بس اشوف بيت تاني وارجع لكم. يعني انا كل شوي بدي اروح ادور على بيت خالص. هاي في عندي في بيوت ممكن تفوت تكون فاتحة. شوي انا طب هاي انا مش فاتح، انا فاتح بيتي اصلا. خلاص سكرت البيت. هون ما في كمان ولا بيت، شو هذا الحلو؟ اوه هيك البيت مرة كنزلنا فيه بس هيك واحد جديد. هاي شايفينه هذا بصراحة الواحد يفوت عليه ما يخافش، طبعا هو انا مش دايما هيك بس يعني ما بتقول بس عشانكم يعني عشان تشوفوا تحضروا هيك للتسلية بس بفوت على بيت الناس. اوه طلع 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 اهرب والله جايين. لا اهرب اهرب. طبعا يا جماعة هون تابعين هون ممكن اوه هون لا هاي الغرفة اصلا دايما بتكون فاية، بعرف هاي الغرفة دايما بتكون مفتوحة هيك غرفة نوم بالجو الحامي. يعني بصراحة بيت مفتوح كامل. خلص هاي نفتنا على البيت. اوه هون مفتوح، هدول بيتركوا بس البيت مفتوح بروحوا. شوف حتى الباب مفتوح. خلص شكرا بسهولة. بس صح في كاميرات بالبيت هون، اكيد في كاميرات. وين بدي اروح؟ حسوا بيسكروا كل الابواب، كل الابواب راح تتسكر عارف، بيسكروا علي بيحبسوني وبعدين بيجوا اسمعوني جتني فكرة خلوني انفذها. هذا اللي يحاول طلع منه، بس بحاول اطلع وبرجع لكم. شوفوا تحول البيت لايش، كان البيت كثير منيح، شوفوا لايش تحول. كنت في البيت عم بحاول اطلع فجأة تحول لهاي السجن. سجن ولا ايش هذا؟ سجن. صراحة هذا السجن أحسن من اللي بمركز الشرطة. شوفوا حتى هون في كاميرات. أنا حدا بالبيت. صحيح أنا جاي حرامي هون بدي آخذ الهاي بس. شوفي انا حرامي حرامي وجاي على السجن كمان. اهرب طلعت اهرب. صوت خطوات، انا سامع صوت حدا عم بيمشي. بدي انط من هون. لا مش راح انط من هون، حط هاي احسن لي. لا احطها هون. لا الحمد لله صار لي في شي بس هو ارجع افوت لعند. بما ان حرامي حرامي هيك راح انسجن اصلا. لا مش راح انسجن عشان مش في حدا قاعد عم بينطفح من بعد. بسرعة في حد جاي. استخدم نصف
خليني اجيب الاشياء. في حدا غاد؟ خليني اضلني. خلص اشتغل انه اعمل حالي بشتغل معهم، بس لازم اغير لبسي. لا خليني هيك بعدين برجع معهم. لا جاي عندي يمكن هون. لا 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 هسه ليش اغير لبسي اني كاني بشتغل معهم. يلا خليني اروح اغير لبسي ارجع. طبعا هيني تنكرت كاني شرطي اني امشي وعادي كانه فيش اشي. ايش راح اسوي كانه في اشي؟ لا ليكون هذا الحرامي هو صاحب البيت ده يطرد اكيد. لا لا مش صاحب السجن حرامي بكون. تذكرت الحمد لله محداش عارفني اني انا الحرامي اللي تعرفوا تعرفوا. يلا انا شرطي انا شرطي تعرفوا. يلا بسرعة فوت. ثاني بيت كمان بموت منه. طبعا برجع اغير كل شيء. لا شو هذا؟ لازم ارجع كمان اغير بعض الاشياء كمان هون. شوفي عندي هون هون للبويز هون الجيرز هون. هيني تنكرت للمرة الثانية هاي نفس السيارة اللي كنت راح مش سيارة نصر. يلا خلينا نكمل. طبعا هون ايوه اخيرا صار في بيت وهاي بيت ثاني كمان بيتين بس هذا مش كثير مبين. انا اللي بعرف وين تحط السيارة بالبيت. اول اشي نحطه هون. بيت مفتوح خليني اجي القنبلة عشان افجر البيت اخذ المصاري. نفذت خطتنا اخذنا الروبوكسات اخذنا الروبوكسات. يجوا عشان بيت بس عرفوا فيه. حتى شو بيسوي هذاك الشرطة كان يكون محرص كثير. يلا يلا طبعا انتو كثير عم تسمعوني. طيب هيني لازم ناخذ بنت الاول وانا مجهز السيارة عشان شي شرطي نهرب بسرعة. مش خلينا ان شاء الله ما يكون هذا صاحب البيت الشرطي. لا يمكن لا اتوقع صح. لا مقفل. في من هون جرس. هي الجرس. صوت الجرس غريب على فكرة. افتح الباب افتح الباب افتح الباب افتح الباب. لا حد يشوفنا بس هون ببين الجو انه ثلج هون بس اطلع هيك. لا يلا افتحوا الباب. فيش حدا بالبيت يعني؟ افتح 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 احسن.
ايه هاي بيتي من القادم، مبين هون، مبين بيتي، هذا هو بيتي، ما حداش بده يفتح، طيب تفتحوش عادي، ماله هذا اخوك، لو نزل راتب الشرطة، انا كنت شرطة. وهون بكون انتهى الفيديو، اذا عجبكم حطوا لايك، اشتركوا بالقناة، وانتظرونا في فيديو جديد، ويلا مع السلامة، باي 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 باي، لا تنسوا الاشتراك بالقناة.